شوف بالظبط ينفع. ايه ان شاء الله النت يضله منيح. كأنه انستغرام يا رب، كأنه الانستغرام عم بيصير فيه بوز. تعي شوفي لي شوي. جوجو حبيبتي هلا جاي تحاكيني وانا بالبث الثلاثة اليوم، عم بستنى بس تكتر شوي مشان اقدر امسي عليكم. على فكرة اليوم لأول يوم، ما بعرف اذا حدا غير يعملها، اني انا عبث الانستغرام فيسبوك وتيك توك. موضوع اليوم ما في عندي لايفات حدا يطلع مع حباباتي. طالعه انا على ثلاث برامج بدي اثبت، وهو تحدي. موضوع بدي اثبته على ثلاث برامج تحدي. فانتوا كل الاولاد والطلاب والبنات والمتابعين عم ببعتوا لي بدنا نكون معاكي. انا حطيت اليوم ما بقدر اخذ اي جست معي. شوي وراح ابدا، بس عم بستناكم تكتروا شوي. لبين ما تكتروا شوي حابه احكي. مساء الخير، مساء الطاقه، مساء الايجابيه، مساء الاصرار، مساء التحدي، مساء التغيير إلى الأمام وتطلع إلى الأمام. أسأل الثلاث صفحات اللي معي، بس يا ريت حدا يحكي لي الإنستغرام، الفيسبوك، التيك توك. كل شيء واضح تمام، الصوت تمام. اليوم حبيت أعمل تحدي، حبيت أعمل تغيير، إني أطلع على الثلاث صفحات في آن واحد. اليوم موضوعنا عن قوة التغيير. يعني يا ريت بس تأكد لي إذا على تيك توك، كأنه في شيء عم بيصير بالإنستغرام ما بعرف. لا ثلاثة مناح روزا. شكرا روزا من فلسطين. أول شيء حابة أحكي، بدي أرحب بكل اللي بتابعوني، حبايبي وحبايب قلبي من فلسطين ومن كل الدول العربية. عندي من مصر، من سوريا، من لبنان، ومن الدول الأجنبية كمان، العرب المغتربين بالدول الأجنبية. في معانا كتير ناس من بلجيكا، تركيا، أمريكا، كتير يعني بصراحة ما بقدر أعدهم. اللي بدي أبدأ بسرعة بموضوعي هاي، بما أنه البث ضابط على الثلاث مواقع أحكي بشكل سريع. معلش إذا فيك أظن الفيسبوك عم بيقولوا لي مو واضح. يا رب كأنه الانستغرام شو عم بعلق، معلش شوفي لي اياه. ليه هدول الباقيين عم بيكونوا ظابطين، بس مشان لما نبدا مشان بدي اثبته اصلا على الانستغرام. الصوره مو واضحه، الصوت واضح. شوفي لي بس النت قبل ما احكي مشان اثبت. يلا سريع شوفي لي بس النت. كابتن حابس عجار على الفيسبوك، الصوره والصوت واضحين؟ شكلك مو جايب النت يمكن، على فكره معلش تروح جيبي. اذا لحظه شوي ما رح ابدا مشان بدي اثبت بعض الشغلات، بس نجيب النت هون. الصوره مو واضحه. يلا هلا بنوضحها شوي بنوضح الصور. بس لحظه نظبط الاشياء. سامحونا اليوم اول مره بهذا التحدي الكبير. وين يارا تبعون التيك توك؟ يارا اليوم مش معي، اليوم بدنا نحكي شيء اليوم عن التغيير. بعد شوي بركي بس نخلص بنشوف اذا يارا بتنضم لنا باحد الاماكن. هاي النت خلينا نشوف اذا واضح كل شيء تمام. حعمل تشيك اخر مره على ثلاثه. كيف يارا التيك توك واضح؟ واضح هون عند التيك توك؟ ايه هون واضح؟ واضح جدا واضح. في ناس شغالين، في واحدة بعتت لي حاطة ثلاث تليفونات
كل تليفون بموقع. شكرا كتير. اليوم ليه اخترت انا التغيير؟ مشان وحبيت اعمل هذا التغيير اللي انا هلا عملته. انتم مش متخيلين المنظر، يا ريت تعطيني هيك صوره مشان بعدين بدي اكتب عليها، بتورجيهم هون كيف الوضع. حبيت اعمل هذا التغيير عشان احكي انت وانت من يبدا بالتغيير. قبل ما نبدا نرجع نحكي مساء الخير لجميع اللي بتابعوني على انستغرام، فيسبوك وتيك توك. حابه احكي قبل ما ابدا احكي عن قوه التغيير والتغيير، حابه احكي عن شخص يعد هو من رواد التنميه البشريه، من رواد التغيير، اسمه توني روبرتس. حابه احكي لكم بس قصته هذا الشخص عشان كل شخص فيكم مر بألم، مر بشي ما يقول انا مو قادر، مش قادر لانه انا بمر بظروف معينه، مو قادر لانه عندي كيت كيف بدي اتغير. خلينا نتعرف على قصه توني روبرتس اللي هو من رواد التنميه البشريه. عانى بصغره انه كانوا اسرته، والدته، والده منفصلين، فهو عاش ببيئه كان ما فيها الترابط، خلينا نقول الاسري. خلص من هذا الشيء، من خلينا نقول الطفوله تبعته، مرت اكتشف انه معه مرض، مرضه كان صعب وقالوا له معك مرض سرطان. اكتئب كتير لحياته اللي كان عايشها، لتجاربه الكتير كبيره اللي عاشها الاليمه، خلينا نقول المؤلمه، وقرر ينتحر. ليوم من الايام وهو بالشارع حط حبل وقال انا بدي اخلص من حياتي، خلص حياتي ما إلها معنى، خلص بده عم بيغمى عليه هيك. شاف خلص يعني روحه بدها تطلع، شاف رجل كبير جاي عنده. بعدين هو ما عرف شيء، صحي لقى حاله بمكان، طلع هيك لقى الزلم الكبير قاعد جنبه كتب. قال له للزلم الكبير مين انقذني؟ قال له انا. قال له ليه انقذتني؟ انا ما كنت بدي اعيش، مو شايف حالي اني بدي اعيش، ما في اشي مستاهل اني اعيش. قال له الزلم الكبير بس انا كمان مو شايف انه في اشي بيستاهل انك انت تقضي حياتك تموت. ليه تموت؟ في اشياء كتير لسه قدامنا احسن. فقال له شو الكتب هاي اللي جنبك؟ قال له هاي الكتب هي اللي طلعتني من شغلات كتير، هي اللي ساعدتني، هي اللي نمت افكاري. من وقتها توني روبرتس قال اذا انا بدي اشوف شو الكتب، شو هذا الشيء الشيخ الكبير اللي ساعدني اني اتخلص من هاي الافكار. اينشتاين حكى ان اردت ان تعيش حياه سعيده فاربطها بهدف، ما تربط حياتك السعيده او حياتك اللي بدها تكون حياتك، ما تربطها باشخاص ولا ناس، لانه انت اذا بتربطها باشخاص، تربطها بناس، انت ما راح تعيش سعيد. لذلك دائما هدفك لازم، مشان تعيش حياه سعيده لازم تحط اعمالك تربطها بهدف لإلك مش للناس، ولا تربط هدفك باشخاص، تربط هدفك بالسعادة، تربط هدفك بإنت شو حابب تكون مشان تقدر تعيش سعيد. وحكى سقراط السر في عمل التغيير هو إنك تركز طاقتك مش بمحاربة القديم، مش أضلني أبكي وأتذكر الماضي أقول أنا ما بقدر، الماضي كان أليم، مش قادر أكمل لأنه الماضي ما عشت فيه منيح، ليه أكمل؟ الماضي كان مؤلم. إذا بدك تضلك تفكر فيه هيك عمرك ما رح تقدر تبني حياة جديدة وسعيدة وشي جديد. لذلك برجع بقول سقراط قال السر في عمل التغيير هو أن تركز طاقتك ليس في محاربة القديم بل في بناء شيء جديد.
الآن في 3 صفحات عم تحضرني: إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، تيك توك. شو عملتوا إشي جديد؟ إحنا هلا بعصر الكورونا كتير ناس قاعدين تتطلع على قبل، وكتير ناس قاعدة تحكي وتبكي على الماضي، خسرنا وراح. وعلى فكرة باي ذا واي قدام كل الصفحات بحكي أنا أكتر وحدة خسرت لعلمكم، من الناس اللي خسروا واسألوا ملايين. خسرنا هاي، عم بضحك، مش عم بضحك إني ما عندي إحساس، بقول الحمد لله يمكن الله كاتب الأحسن، ما بنعرف، ما بنعرف، زينا زي غيرنا. البلاء والمحنة بيجي للكل، لكن إذا أنا بدي أبكي وأحكي على الماضي كيف بدي أتقدم أنا لقدام؟ شو بستفيد؟ شو بستفيد؟ حدا حيجي يحل لي مشكلتي؟ حدا حيمسكني ويقول لي تعالي يا حبيبتي بدي أحل لك مشكلتك؟ ولا أي إنسان. أنا بقدر أحل مشكلتي لحالي. كيف؟ عن طريق أفكاري. كتير ناس طول الوقت تعمقت كتير، الكورونا علمتني كتير صراحة. اشتغلت على فكري كتير، أنا متغيرة من يوم من يوم عن يوم بتغير. يمكن بعد يومين إذا اجيتوا وحكيتوا معي قلتوا لي كيفك راما، راح أقول لكم الحمد لله، بس مش راما اللي قبل يومين. حتقول لي ول؟ حتقول لي معقول؟ حقول لك آه. لأنه كل يوم بحاول قبل ما أنام أتذكر شو أنا سويت وشو عملت شو بقدر أغير، وبصير في تقييم، وبصير في تعزيز للإيجابي، وبصير في تقييم للسلبي، كيف بقدر أتغير، كيف بقدر أتطور. لذلك رح نبدأ اليوم موضوع سريع سريع جدا عن قوة التغيير. حاطة شوية نوتس عشان ما أفلت هيك ولا هيك، أقدر أركز باليوم، لأنه كان قوة التغيير قلت إذا نبدأ بالتغيير بدي أبدأ بال3 صفحات، بدي أقول إنه إحنا بنقدر. كتير على فكرة كلياتنا بنطالب بالتغيير صح؟ وبندرس التغيير والكل بقول بدنا نتغير، بس لما تيجي عن جد بدك تتغير بتلاقي كتير ناس قدامك بتقول لا، أو ما بتتقبل، أو بتقولك شو هاد؟ لا ما بدنا، أو من غير ما يقولوا ما بدنا بيكونوا عم بيكافحوك أو عم بحاربوك لأن